لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. مهندس مجاهد، ان فريق القطن التشادي على طول من مطار القاهرة توجه الى احد فنادق مدينة نصر او مصر الجديدة بعد الوصول استعدادا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين الزمالك والقطن التشادي. الناس كانوا واضحين جدا مش هنلعب خارج القاهرة، والجواب اللي جانا كان ان احنا هنلعب في بيتروسبورت واحنا مصممين. اللوائح في الاتحاد الافريقي حضراتكم بتقول ان انت قبلها بعشر ايام، اذا الفريق المنافس وافق خلال الايام القريبة اهلا وسهلا، اذا ما وافقش خلاص. وفد العلاقات العامة بنادي الزمالك عمل لقاءات مطولة مع مسؤولي القطن التشادي بعد ما استقبلهم في مطار القاهرة عشان يروحوا الى جمعة طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز، يوسف اوباما ومحمد ابراهيم، مصطفى فتحي وابراهيم حسن ومحمد عنتر ومحمود كهربا، واخيرا في الهجوم حميد احداد وعمر السعيد وكاسونجو، بيغيب محمود حمد الونش وايمن حفني واحمد بدبولي واحمد ابو الفتوح ومحمود دونجا. دي قائمه الزمالك، كل التمنيات بالتوفيق باذن الله. طيب نروح من الزمالك الى النادي الاهلي. المهندس عدلي القيعي مسؤول التعاقدات في النادي الاهلي وصل الى انجولا فجر اليوم من اجل حسم صفقه التعاقد مع الانجولي جيرالدو نجم اول اغسطس. ده لعيب كويس قوي، لعيب من العيار التقيل يعني. من المنتظر انه كابتن عدلي القيعي يخلص المفاوضات مع مسؤولي اول اغسطس ويعود واللاعب في يديه كطبيعه عدلي القيعي في مثل هذه الصفقات تمهيدا لاعلان الصفقة. الاهلي حصل ورغبة جيرالدو صاحب 27 سنة كان عن طريق محمد فضل مدير التعاقدات، وجيلبرتو الحقيقة لاعب الاهلي السابق كان له دور كبير جدا جدا خلال الفترة الاخيرة قبل ما يوافق المسؤولين في النادي الاهلي الصفقة. على فكرة هو مش هيلعب في بطولة افريقيا لانه شارك في البطولة في الادوار التمهيدية، وفي نفس الوقت مسؤوله ام بي حددوا 30 مليون جنيه عشان يستغنوا عن حمدي فتحي، عاد مرة أخرى لدائرة المفاوضات. بس الحقيقة لو حمدي فتحي يبقى حمدي فتحي ومحمد محمود وما شاء الله الظهور المتميز بقى لعيبة النادي الأهلي ناصر ماهر وباقي اللاعبين الموجودين في وسط الملعب، أعتقد هيبقى في نوع من أنواع التضارب شوية، ده وجهة نظري يعني. لكن الأهلي عايز يدفع مبلغ ويقسط مبلغ، الله أعلم إيه اللي هيحصل في الفترة القادمة. دارين في اللاعب الأفريقي خلاص كله بالي ماشي، في يناير اصبح عنده مكان فاضي في الاربعه الافارقه اللي موجودين في الفريق. الاهلي بيفكر في الاربعه الافارقه بمنظورين. اول منظور ان انا اتعاقد مع جناح يمين المكان اللي انا عندي فيه ازمه او جناح شمال، ده فكر. تاني فكر وهو ان انا اتعاقد مع مهاجم صندوق صريح. مين معروض هنا او مين الاهلي بيفكر فيه في المكان ده ومين الاهلي بيفكر فيه في المكان ده؟ في لاعب في اول اغسطس اسمه جيراردو، ده جناح يمين، جناح يمين وجناح شمال وبيلعب صانع العاب. جيراردو ده الاهلي بيفاوضه، لاعب كويس، لاعب انا كنت متابعه في الكونفدراليه، لاعب وفي بطوله افريقيا لاعب ظهر بمستوى كويس، كان مستواه كويس وكان هداف وبيتحرك كتير وله رؤيه في الملعب. الاهلي بيفاوض جيراردو، والاهلي بيفاوض جيراردو كجناح. فاوض مين او بيفكر في مين في حته الصندوق؟ محمود بن حلب اتعرض، والفكر وفكره التفاوض معاه اتعرضت. الاهلي وصل لمراحل متقدمه معاه في المفاوضات، ما حصلش. الاهلي ما وصلش مراحل متقدمه محمود بن حلب، بس حصل مفاوضات فعليه او حصل عرض الموضوع ان ممكن نتفاوض معاه، حصلت. عشان نبقى واضحين، جاريدو هيبقى عنده مشكله ان يسيب محمود بن حلب في الوقت ده، حتى بعد بطوله افريقيا، بطوله الكونفدراليه اسف، هيكون عنده تطلعات انه ينافس في بطوله افريقيا. فصعب محمود بن حلب، ولكن الاهلي فيه عروض في اللاعب الاجنبي دي، ولكن بنسبه 90% انا شايفها ونسبه كبيره جدا هيكون جناح اللاعب الافريقي اللي هيجي مكان كولوبالي، مش هيكون مهاجم صندوق. نتكلم في مين تاني؟ حسين الشحات. نتكلم في الشحات دي في نقطه. بصوا يا جماعه، انا اللي زلت مصر وقلت لكم الفيديو لايف اللي فات وبقولها لكم الفيديو لايف ده، حسين الشحات من اللعيبه اللي خلصت للنادي الاهلي ومضت فعلا، ده حصل. حسين الشحات مفيش خلاف ان هو هيموت ويلبس التيشيرت الاحمر، ده حقيقي.
حسين الشحات قدم تنازلات كتير جدا جدا ان العيني يوافق انه يجي الاهلي. ده حقيقي حسين الشحات طلب وقدم مرونة كبيرة جدا ان هو يتنازل عن جزء من مستحقاته من اجل ان هو يجي النادي الاهلي. حصل الاهلي حصل على توقيع حسين الشحات. حصل الاهلي وصل لاتفاق نهائي مع العين الاماراتي على بيعه. ما حصلش. الاهلي كان عرض مالي على العين الاماراتي من حوالي شهر تقريبا وكوبل بالرفض. الاهلي دخل في مفاوضات شفوية مع العين، لكن بعد عرض رسمي للعين بمبلغ معين وقيمة معينة وبتفاصيله وبنود معينة، ده ما حصلش. الاهلي نسبة ان هو يقدر يخلص حسين في يناير، انا بقول لك النسبة لا تتعدى 60% او ممكن نقول 50% كمان. حسين الشحات موضوع العين متمسك بيه، العين دفع فيه 3.5 مليون دولار في المقصة، ما عندوش اي مرونة واي قبول ان هو يخسر جنيه في حسين الشحات. جنيه واحد ان هو يخسره لا، ما عندوش اي مرونة لده ولا بيفكر ان هو يعمل ده. فانت الاهلي عشان يبدا يتكلم في حسين الشحات اقل شيء هيبتدي عرضه نقول من 3.5 وانت طالع بقى، و3.5 ده هيكون فوقها لعيبة كمان. فحسين الشحات انا شايف ان ممكن ما تخطاش 50% جاي في يناير ولا لا. مين تاني حابين تعرفوا؟ مين تاني شاركوني. رمضان صبحي وكتير في بيسأل في رمضان، تعالوا اكلمكم في موضوع فرانكو كوم وبعدين نتكلم بقى في المدرب. رمضان عايز نتكلم شوية في الحتة بتاع اللعب. رمضان عايز يرجع النادي الاهلي او عايز يرجع مصر عموما؟ لا، رمضان حابب جدا انه يكمل في اوروبا. رمضان عنده رغبه كبيره جدا جدا ان هو يكمل في اوروبا. رمضان حابب انه يكمل في الدوري الانجليزي، مع العلم ان شايف القرار خطا جدا لان رمضان ما بيلعبش. ده هياثر على اي، بص يا جماعه، اللاعب اللي ما بيلعبش لو مركون في برشلونه اسمه ما بيلعبش، اسمه ما عندوش حساسيه المباراه، اسمه اما بيجي حتى المنتخب بيبان قوي على رمضان ان هو بعيد عن السكواد، بعيد عن الملعب، ما عندوش حساسيه الكوره، ما عندوش حساسيه المباريات. فرمضان عايز يرجع مصر؟ لا. الاهلي عايز يجيب رمضان اعاره؟ الاهلي عنده رغبه فعلا انه يجيب رمضان اعاره سنه. الاهلي فاوض فريقه ان هو يجي اعاره سنه، حتى الان لم يفوض فريقه، بس يكلم رمضان في ده وفاتح رمضان في ده. ده حصل فعلا، الاهلي كلم رمضان في العوده وكلم رمضان. رمضان شايف ان الموضوع ممكن يكون صعب دلوقتي، ان انا لسه قدامي فتره في اوروبا وانا حابب ان انا اكمل وجايز ان انا اخد فرصه والعب واسهر بشكل كويس، يكون في انتقاله اعلى باذن الله. دي دماغ رمضان وده الموضوع بالظبط والتحديد. الاهلي فتح رمضان، لكن في مفاوضات مع النادي الانجليزي مفيش، ده ما حصلش. رمضان رغبته، رمضان حابب ان هو يكمل في اوروبا. فرانكو كوم يا جماعه، الاهلي ما فوتش فرانكو. الاهلي اتعرض عليه، او الاهلي عرض فكره، احد الناس اللي هي بترشح لعيبه للنادي الاهلي عرض فكره تعاقد مع فرانكوم. مسؤولي الترجي حابين يسيبوا فرانكوم؟ ده استحاله، استحاله من رابع المستحيلات، مش هيتساب فرانكوم. صعب الموضوع، صعب جدا الاهلي ان هو عشان يخلص فرانكوم. هي صفقه سوبر، مفيش اي كلام ان فرانكوم من الصفقات اللي ممكن تقلب لك حال نص الملعب. الاهلي وصل اتفاق مع فرانكوم؟ مفيش الكلام ده، مفيش، عشان ما تعشموش نفسكم. بس خط النص، اتكلمنا عن خط النص احمد الشيخ، الاهلي هيخسره لو مشي. ده حقيقي، انا شايف ان كده احمد الشيخ يستحق على الاقل فرصه، يستحق فرصه وبعدين نحكم عليه. امير هاشم العمده، انت صحفي في اي مجله او جريده؟ امير انا كنت في صحفي في الفجر وحاليا في كوره 11. احمد الشيخ، محمود حماد، احمد الشيخ، الشيخ ما ينفعش يمشي، في العيب من تشيلي. مين من تشيلي؟ انت مين يا نجم؟ انت منين يا نجم؟ انا منين؟ ده محمد حمدي. هو الاهلي هو الاهلي مش هيفوت حد في شهرنا ده يا جماعه. خلاص هكلمكم عشان نقفل موضوع الصفقات ونتكلم على المدرب بقى. هكمل كومنتاتكم وشاركوني رايكم في الصفقات ايه، شايفين مين اللي ممكن يجي، مين اللي ما يجيش، مين اللي وقع ومين اللي ما وقعش. شاركوني من خلال الكومنتات وانا هقرا كل كومنتاتكم باذن الله. الصفقات قلنا عشان نقفل الموضوع، ان الاهلي فعلا حصل او اقترب جدا 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 من الانتهاء مع محمود وحيد. الاهلي وصل خلاص اتفاق نهائي مع علي غزال. الاهلي شغال على محمود متولي، الاهلي شغال مع احمد الصالح ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر. على فكره معلومه مؤكده 100%، وهكتبها على مسؤوليتي، هكتبها على الصفحه ان شاء الله باذن الله. لو كسبنا النهارده هكتبها لكم على الصفحه، تكون حاجه تفرحوا كده بعد الماتش باذن الله.
حاجه مهمه جدا وصفقه مهمه جدا جدا، اكتب لكم تفاصيلها بالكامل باذن الله. فالاهلي شغال في دول، وحسين الشحات طبعا، وجراردو زي ما قلت لكم بتاع اول اغسطس، ومحمود بن حلب اتعرض. نتكلم بقى عن المدرب مبدئيا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.